السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ، كيف وعليكم حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يحفظك، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل عندي بعض الأسئلة، الله يحفظك. تفضل. هذول الخبثاء يقولون أن هناك رجلا كان ضيفا عند سيدتنا عائشة، ما هذا الضيف؟ يا أخي الكريم، كلامك غير واضح، ومن ثم أيضا مرادك غير واضح، وأرجو هؤلاء الخبثاء الرافضة، معذرة معذرة، عفوا عفوا، كما يقولون، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حقودي، فالمقابل أيضا يحصل. هناك أمور يجب أن تمات ويمات ذكرها، ولا تبث على مرء أو مسمع من الناس، تقول لهم اعرفوا يا من لا تعرفه، وقد يستوعب أحد كلامنا وقد لا يستوعبه. أرجوك لا تنشر الشر والفساد ملقيا إياه على شماعة الخبثاء يقولون. لا نحب أن نسمع أصوات الخبثاء ولا آراء الخبثاء. السلام عليكم.